ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجه بخير. زمان واحنا صغيرين كبرنا كده على القصه بتاعت بعبع الثانويه العامه، واي بيت عنده ثانويه عامه بيشعر ان هو في حاله استنفار دائم او استنفار كامل الى درجته القصوى، يعني تلاقي الفلاج رد كده خلاص، يعني مفيش فيها هزار يا جماعه انا عندي ثانويه عامه، وتلاقي الابهات والامهات عندهم احساس ان هم واقعين في محنه واختبار حقيقي. طيب، بدأ نظام الثانوية العامة يتطور شيئا فشيئا رويدا رويدا، يعني بنحاول قدر الاستطاعة ان احنا نطور من نظام امتحانات الثانوية العامة علشان حاجتين. اول حاجة انه الامتحان يبقى بيختبر القدرات الحقيقية للطالب، حلو الشعار ده، كلام جميل. من ناحية تانية انه الامتحان ده ما يتسربش بحال من الاحوال. وانا اتذكر ان احنا قعدنا في فترة كده كان في تسريبات غريبة، وطبعا البيج بتاعت فيسبوك بتاعت شاو مينج دي كانت بتعمل كوارث. طيب، المشكلة بتاعتي أصبحت فين دلوقتي؟ إنه الثانوية العامة ما بقتش بعبع أولياء الأمور والطلبة بس، دي بقت بشكل أو بآخر بتشكل بعبع مال الوزارة. ليه؟ الوزارة قاعدة مركزة، هو الامتحان هيتسرب؟ طب في أسئلة من الامتحان هتتسرب؟ هي دي بقى المشكلة بتاعت امتحان علم النفس والجيولوجيا اللي كل مصر بتتكلم عليها. الامتحان اتسرب إزاي؟ ده الأسئلة طلعت وقت انعقاد الامتحان. أنا أعي جيدا جدا إنه مفيش حاجة بتمنع بنسبة 100%، 100%. يعني مثلا يجي يقول لك إيه؟ تأمين الحدود مش عارف، أقول لك والله يا فندم ده الولايات المتحدة الأمريكية مش عارفة تأمن حدودها مع المكسيك بنسبة 100%. مثلا يعني. أي شيء 100% استحالة، استحالة، مش حاجة اسمها كده. هقدر أمنع تسريب الامتحانات بنسبة 100%؟ استحالة. وارد إنه حد راح داخل بتليفون فصور حاجة فبعتها سمارت ووتش، جايب قلم حطه في جيبه وفي كاميرا صغنونة، كلام يعني العيال بقوا عفريت والتكنولوجيا بقت على قفا من يشيل، بتتباع في شارع عبد العزيز. أي حاجة أنت عايزها، أي حاجة أنت عايزها. طيب، هل ده معناه إن إحنا نبطل نستورد الحاجات دي؟ لا خالص، المسألة ما هياش كده. هي أظن بس المسألة ما هياش بسيطة، بس ما هياش مستحيلة. اللي بيخش اللجنة بشيء ما، مش المفترض مفترض جدلاً إنه في تفتيش؟ آه ولا لأ؟ آه. طيب، بنشدد على التفتيش؟ المفروض إنه آه. ولما بنفتش وبنلاقي حاجه ولا محتاجه، المفروض انه التليفون لا، ارجع حط التليفون مكانه. طب انا قفشت حد في اللجنه بيغش او بيساهم في عمليه الغش زي اللي سرب الاسئله وقت انعقاد الامتحان، ده معناه ايه؟ معناه انه ساعته، موبايله، جايب قلم من ابو كاميرا بتاع القلم ده، انا صورت بيه تصوير في لندن، صورت بيه الشركات بتاعت الاخوان المسلمين. المهم يعني السؤال هو، الأخ الفاضل أو الإخوة الأفاضل، وأنا بتكلم بجد يعني، اللي موجودين داخل اللجان المراقبين داخل اللجنة، أنا مش بكلمك على التفتيش، هتقولي ما احنا فتشنا، هقول لك جميل، والولد معهوش حاجة، جميل، لا هو معاه حاجة، أيا كان الولد ده مين، هو معاه حاجة، يا ساعته، يا تليفونه، يا شاري نظارة مش عارف بتعمل إيه، يا شاري قلم بيعمل إيه، يا مركب دبوس في الكرافتة عامل فيها معقد وبتاع، دخل طالب ثانوية عامة دخل بالكرافتة، ده كده عنده مشكلة كبيرة بالنسبة لي على الأقل. المهم مش ده الموضوع. طب المراقبين جوه اللجنة بيعملوا إيه؟ بيراقبوا يا يوسف؟ آه، بس ده معناه إنه في حد في السادة المراقبين أنا لا أطعن في تواطؤه، أو بالأدق لا أدفع بتواطؤه، أنا أطعن في كفاءته أثناء عملية المراقبة. ده ما كانش ملتفت. على ايامنا كان بيبقى فيه اتنين مراقبين، واحد قدام في اول الفصل، واحد في الاخر في اخر الفصل، ورايحين جايين جايين رايحين. طيب اذا كان الوضع في اللجان دلوقتي كده برضو، ان يبقى فيه اتنين مراقبين، وان الاتنين واحد رايح واحد راجع، ده معناها انه عينيهم، ما هو شغلته ايه النهارده؟ شغلتك ايه النهارده؟ شغلتي اراقب، فانا قاعد عينيا رايحه جايه، انا شغال رادار، شغلتي، ولا مش شغلانه غلطان؟ طيب،
رادار. مراقب مين؟ انا رادار، انا لقيت اي حاجه. في حد بيلقط كل حاجه يوسف. امال انت جاي تشتغل ايه؟ انا نازل النهارده شغلتي كده، هقعد الساعه ولا الساعتين ولا اكتر، هي شغلتي كده، باخد فلوسي على كده، ما بفوتش، ولما اشك بتاكد وتيقن. طيب اذا في حد قصر، ما احنا مش عارفين الامتحان ده خرج من انهي لجنه، من انهي فصل، ففي حد قصر. مش هقول لك شاف وطنش، انا ما اعرفش ده، انا ما اعرفوش، ما اعرفوش، وبالتالي لا افتي فيه، وبالتالي لا اوجه هذا النوع من الاتهامات، حتى وان كان الاتهام مجهلا، يعني انا مش عارف الشخص مين، لكن اللي اقدر اوجه بيه ايه؟ انه في حد قصر في شغله، ما بطعنش في ذمته، حد قصر في شغله. ففي ولد بنت ايا كان، في شخص ما طلع الامتحان وبعته، الاوحش ايه؟ انه لما بيتبعت وبينزل على الصفحات اياها، فالصفحات بتحط ايه؟ بتحط الحلول. طب العيال جوه اللجنه هتشوف الحلول ازاي؟ برضو بطريقه ما. اذا لا، ده في تقصير بجد بقى، ولا انا بقول حاجه غريبه؟ ما هو كده يبقى في تقصير بجد، ما هو عشان العيال تخش على فيسبوك او يجي لها مسج او يجي لها حاجه على واتساب او يجي لها حاجه على اي ابلكيشن ايا كان بالحل ده، معناه انه معاه شيء ما يقدر يستقبل عليه الاجابه بتاعت الامتحان. يبقى انا اصبح هنا عندي المشكله دبل، التفتيش مش بالقدر المطلوب، انا قلت لك من البدايه مفيش حاجه 100%، بس ده كده معناه انه التفتيش مش بالقدر المطلوب، وده معناه انه المراقبه في مجل في لجنه ما في فصل ما مش بالقدر المطلوب خالص مالص بالص. طيب وزاره التعليم قالت ايه؟ بعض المصادر المسؤوله داخل الوزاره قالوا يا جماعه احنا في الوزاره، انتوا معايا؟ اتفضل. احنا في الوزاره بنفحص دلوقتي الاسئله المتداوله للامتحان بتاع الجيولوجيا وعلم النفس. طيب بتفحصوهم بعد اكتر من نص ساعه من بدء الامتحان بتاع الثانويه العامه 2024، حلو جميل، وتم تشكيل لجنه من قبل غرفه عمليات الامتحان بالوزاره للوقوف على مدى تطابق تلك الاسئله المتداوله على جروبات الغش الالكتروني. ها ماشي، بعد اللجنه؟ ما ده سؤال برضه، وبعد اللجنه؟ انتوا تداولتوا الصبح صح؟ يعني المفروض جدلا انه الحق ده في اسئله. طيب شكلنا اللجنه، انا مش عارف احنا بنشكل لجنه عشان يحصل ايه؟ ليه لجنه؟ ادي الصفحه، ادي الامتحان، بص في الامتحان اللي موجود، يا خبر ده هم الاثنين. ايه لجنه ايه؟ مفيش لجنه ولا حاجه، مش محتاجه اي لجنه. اي مواطن في الدنيا بص لنا، انا بالله يخليك يا ريس على الصفحه دي، مش رئيس الجمهوريه طبعا، انا بتكلم بالجمله المتداوله، بص لنا الله يخليك يا استاذ على اللجنه دي، على الصفحه دي، ده حاطين اسئله علم نفس وحاطين بعض اسئله الجيولوجيا، يا خبر ايه ده هي نفس الاسئله اللي موجوده في ورقه الامتحان. يلا بينا نبدا ناخد الاجراءات. ايه علاقه اللجنه بقى؟ يعني ليه انا شكلت لجنه وعامل قصه وحدوته؟ طيب وبعد ما شكلنا اللجنه وعملنا القصه وعملنا الحدوته، على راسي دي الاجراءات المتبعه، حاضر يا عم يوسف انت ما اشتغلتش في الحكومه فانت مش فاهم، انا اسف. اللي بعده، وبماذا انتهت اللجنه؟ يعني قالت لنا ايه اللجنه؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف، تخيل ما اعرفش. دي مشكله، لانه اللجنه ما قالت لناش، احنا كل اللي احنا مستنيينه هي نفس الاسئله ولا لا؟ ما تقولوا لنا يا جماعه هي نفس الاسئله، لو يلا افتح بقى التحقيق ونعرف ونبحث ونفحص ونمحص وما الى ذلك. لا يبقى لا، وقتلنا شك بيقين وخلصت الليله. لكن ما انتهت اليه اللجنه لا نعلمه. ليه؟ ايه السر القومي في الموضوع؟ يعني خدتوا قرار تعملوا لجنه ماشي، طب انتهت الى ايه اللجنه؟ ما نعرفش. الساعه كام دلوقتي؟ يا خبر ده ساعه عدت الساعه 10 مساء، والامتحان كان الصبح بدري، بس لسه اللجنه ما قالت، يعني ما بلغتناش. طب هتبلغ مين؟ مش لازم تبلغك يا يوسف. لا يا فندم لازم تبلغنا يا فندم،
ما هو احنا لازم نعرف عشان نعرف الناس، مش عشان على راسنا ريشه لا سمح الله، احنا عايزين نعرف الناس. طيب اللجنه بتنظر لسه، يعني بتبحث الظاهر حاجه زي كده، ربنا يكون في عون اللجنه والقائمين على اللجنه واعضاء اللجنه ما شاء الله. خلوني اروح لحاجه تانية بقى هي كويسه. احنا امبارح شفنا المؤتمر الصحفي بتاع دوله رئيس مجلس وزراء مصر دكتور مصطفى مدبولي، واتكلم على ثلاث حاجات. اتكلم على مسألة الشهادات ومش عارف ايه وكل الكلام ده والوزارات وكلام من ده، واتكلمنا فيها امبارح ويعني اسهبنا القول. اتنين، اتكلم على معدلات التضخم. ثلاثة والأسعار طبعا. ثلاثة، اتكلم على ايه؟ اتكلم على مسألة الأدوية وأزمة الأدوية وما إلى ذلك. وقال يا جماعة طبعا الكهرباء. قال طيب بخصوص موضوع الأدوية يا جماعة، احنا بدأنا نشتغل على إنتاج بعض الخامات اللي كنا بنستوردها من الخارج. وبالفعل النهاردة المركز القومي للبحوث بيعلن أنه نجح في إنتاج خام السلمارين. السلمارين ده عبارة عن ايه؟ السلمارين ده عبارة عن مادة فعالة كنا زمان بناخدها فوار. والله الكلام جد، زمان بناخدها فوار. ليه بقى بناخدها فوار؟ الناس اللي بتلعب رياضة بشكل كثيف ورياضات بتبقى ثقيلة زي الباور ليفتنج، مش عارف رفع الأثقال، كمال أجسام، حاجات زي كده، أو حتى الرياضات اللي بتحتاج مجهود بدني وعضلي ثقيل ثقيل، يعني مش حتى لعيبة مثلا فولي بول ولا لعيبة حتى لا، مجهود عضلي ثقيل يحتاج إلى إنك لازم كنا بنروح نجيب بروتينات ونجيب مش عارف ايه حاجات زي كده. طبعا ده بيبقى تحميل طول الوقت على الاعضاء الداخليه للجسم، وطبعا من ابرزها الفلتر العظيم الا وهو الكبد. فكان لازم من فتره للتانيه بنعمل حاجه اسمها نظافه، لازم ناخد سلمارين، لانه ده بقى اللي يقينا من امراض الكبد، يقينا او يقي الكبد، يحافظ على صحه الكبد. بقينا بننتج او بالاصح وصلنا الى نجاح في انتاج السلمارين. خليني اخد معايا بقى هنا على تليفون دكتور نهله سيد عبد العظيم، استاذ كيمياء النباتات الطبيه بالمركز القومي للبحوث وعضو الفريق البحثي الذي نجح في انتاج السلمارين. اهلا بيك يا دكتور نهله. اهلا، مساء الخير يا استاذ يوسف. مساء النور. ارجو ان انا كنت بقول مقدمه معقوله وما قلتش فيها معلومات مقدمة خاطئه هايلة. وما كنتش قلت معلومات علميه خاطئه. لا ابدا لا ابدا، الموضوع بسيط جدا، واحنا عايزين برضو نبسطه للناس علشان يقدروا يعرفوا احنا عملنا ايه وازاي ده ممكن يفيد البلد كلها ازاي. يعني انا بس عايزة باختصار شديد اقول ان احنا يعني تم تحضير خامة دوائية من نبات طبي. هذا النبات الطبي نبات بينمو في مصر بريا، يعني في الصحراء، بينمو في طريق الساحل الشمالي الغربي. عظيم. وكان بيستخدم في الطب الشعبي من زمان في حضارتنا القديمه، بيستخدم هذا النبات في علاج امراض الكبد، في حمايه خلايا الكبد من التليف، في حمايتها من التسمم، وحاليا دخل في علاج فيروس سي. ولكن كان الهدف بتاعنا ان النبات موجود في مصر، ولكن هذه الماده الفعاله او الخامه الدوائيه بيتم استيرادها بالكامل من بره، من غالبا من الهند ومن الصين. احنا شغلنا، احنا قسم كيمياء النباتات الطبيه، بنشتغل منلي على النباتات البريه الطبيه، بمعنى ان انا ممكن اخد عينه من نبات افحصها كيميائيا، اشوف ايه الماده الفعاله، اروح للناس اللي بيشتغلوا في الشغل البيولوجي والفارماكولوجي اقول لهم شوفوا لي مثلا دي ممكن تبقى اكتف لايه. احنا لقينا بقى بدراسه النبات ده ان مصر بتستورد كميات كبيره، يعني انا لما اقول لحضرتك ان مصر بتستورد سنويا من 120 ل 150 طن من هذا النبات، لانه بيدخل في كل ادويه الكبد اللي بتصنع هنا في مصر. فبدا البحث عليه من فترات طويله، وتم تسجيل عدد من الرسائل الماجستير والدكتوراه، الى ان تم فصل الماده الفعاله. وهنا قلنا ان احنا عشان اوسع وانتج ما ينفعش اشتغل على نبات بينمو بري. انا لازم ازرعه وازرعه بكميات كبيره تكفي. لو انا عايزه ان انا انتج بقى واقول لا انا هكتفي بالانتاج المحلي، يبقى لازم يبقى عندي مصدر دائم للخامه النباتيه. حلو. وهنا دخل المركز القومي للبحوث، فريق الزراعه مع جهة المموله، وكانت في الوقت ده اكاديميه البحث العلمي. عظيم. بالتعاون مع جهاز الختمه الوطنيه، واتزرع على نطاق واسع في العديد من المحافظات المصريه، ونجح نجاح باهر.
وتحليل هذا اللي بتحليل المادة الفعالة اللي فيه، لا دي نسبة عالية تستحق. فابتدينا نفصل هذه المادة الفعالة بالأول على نطاق معملي طبعا زي ما حضرتك فاهم، بتلاقي بعد كده ان التحاليل إيجابية ومباشرة تبتدي تنتقل الى النطاق النصف صناعي، وده برضو كان في المركز القومي للبحوث، ثم دخلنا الى الصناعة. وهنا انا الحقيقة بشكر الشركة اللي فتحت لنا بابها وكانت مقتنعة جدا بالبحث اللي معرفش اقدر اقول اسمها ولا ده يعتبر اعلان. لا مفيش مشكلة، دي يعني ما اظنها تمشي. هيحصل ايه؟ احد بتكلم على بحث، اظنها الحكاية تمشي يعني، مفيش مشكلة، ده بحث تمشي علمي تمشي. لا هي الحقيقة شركة اتوس فارما هي احدى شركات شركة سيكم، وكلنا عارفين ان احنا شركة سيكم ليهم اهتمام خاص طبعا بالنباتات الطبية. صحيح. يعني دي مش يعني ده حاجة معروفة. هم الحقيقة رئيس الشركة نفسه فتح الابواب كلها وقال احنا معاكم وايد في ايد هنعمل ونكمل، الى ان وصلنا الحمد لله انتجنا بالمواصفات العالمية اللي اخدنا عليها مطابقة من هيئة الدواء المصري، ودي كانت مرحلة بقى مش سهلة، لان احنا عندنا طبعا حضرتك عارف هيئة الدواء المصري جهة ملتزمة جدا بالمواصفات، صارمة في كل قراراتها، مش لا تتهاون في اي شيء في يعني في المواصفات اللي انت بتقدمها. الحمد لله نجحنا في ان احنا نقدم الملف واخدنا عليه الموافقه في نهايه شهر 6 الماضي. طب ده معناه ان احنا هنبدا انتاج بقى يا دكتور ولا ايه؟ دلوقتي بقى يا استاذ يوسف الشركه هي الموكل اليها الانتاج والتسويق. حلو قوي الكلام ده. فالشركه احنا النهارده انا مش بقول ان انا هحل محل المستورد بكامل في خلال سنه، انا ليا فتره زمنيه هقدر اشوف الاول باتصال مع الجهات اللي هي مثلا الجمارك الواردات والصادرات، اعرف الكميات اللي بتدخل مصر. صح. انا هقدر اغطي مثلا ربع السوق في اول سنه، نص السوق، لغايه ليه ما اوصلش ويبقى عندي خطه طموحه ان انا برضه أصدر زي ما البلاد التانيه دي كانت بتصدر. مش انا كنت يعني بستورد؟ ده هدفنا بقى. كنت بستورد يعني كانت في ناس بتصدرني، اصدر انا بقى لناس تانيه. اصدر انا بقى طبعا. انا كنت بستورد من الهند والصين يعني وبعدين التكنولوجي فيري سيمبل، يعني سهل جدا ان هو يتعمل، ما فيهوش اي حاجه معقده، واحنا طورنا فيها شويه فلينا يعني ايه كريدت كده للنو هاو، طورنا فيها بحيث ان انا اقدر انتجها بكيماويات رخيصه بكميات اكبر. طب ده كلام محترم، ده خلينا بكواليتي اعلى كمان يا استاذ يوسف، درجه النقاوه متميزه. طب انا عندي سؤال بقى، يعني يقولوا الشيء بالشيء يذكر، من فتره كده طلعت موضه الناس بتروح تجيب كبسولات وادويه كده فيها الاشواجندا. الاشواجندا، حاضر يا عم، يعني هي دي موضه العصر؟ اوكي. فانا عملت ايه؟ انا من الحاجات دي بقعد اعمل هوم ورك، فقعدت اقرا على الاشواجندا وفوائد الاشواجندا، ثم احنا بنستورد اشواجندا ولا ما بنستوردش؟ طلعنا ان احنا بنستورد اشواجندا بقى كلها، يعني كل اللي بيخش لنا ده مستورد، يا مستورد في صوره منتج نهائي، يا اما مستورد في هيئه العشبه نفسها او النبات وبعدين ابدا اشغله هنا جوه مصر. فانا قاعد بفكر، هل يا دكتور نهله ان الاوان ان احنا نشتغل برضو على هذا العقار الذي ينتشر انتشار النار في الهشيم اللي هو نبات الاشواجندا؟ طب اقول لك حاجه يا استاذ يوسف. ها قولي لي. انت عارف ان الاشواجندا دي بتنمو بريا في مصر برضو؟ اه. هو احنا ربنا سبحانه وتعالى على ما يبدو بعت لنا نعم ما كناش واخدين بالنا؟ لا هو بعت لنا نعم كتير. اه. وعايز اقول لك ان البحث العلمي ومركز القومي للبحوث فيه كنوز، بس يمكن التوقيت جه دلوقتي الحمد اللي هو لله. يمكن رب ضارة نافعة زي ما بيقولوا، يعني اللي عندك ما الدولة قالت واحنا لازم توطين التصنيع المحلي واي اي حاجة بتستورد، يعني احنا جالنا لستة من تحديث الصناعة فيها حوالي 3000 منتج مثلا بيقول لك انت تقدر تعمل فيهم ايه. حلو الكلام ده، هرجع للاشواجندا تاني. النباتات الطبية والخلاصات من اسهل الاشياء. هل نقدر نشتغل على قصة الاشواجندا دي يا دكتور برضو ولا ايه؟ نقدر نشتغل. اصل انا لقيت انه الاحجام بتاعة استيراد الاشواجندا ارقام تخض. بالظبط. والمستحضرات اللي دخلت مصر طبعا في الفترة الأخيرة وتم تسجيلها ونزلت الأسواق، وفي حاجات على فكرة نزلت برضو للأسواق من الأشواجندا غير مسجلة، والناس لازم تاخد بالها، لأن مؤخرا كانت تي جي إيه اللي هو
هيئه الدواء في استراليا كانت طلعت تحذير على الاشواجاندا بالذات. خلينا عشان ما اخرجش بس عن موضوع السليمارين، لكن انا قصدي ان الاشواجاندا خلينا نبقى حذرين، ده برضو فرصه ان احنا نقول للناس خليك حذر وانت بتاخدها، لان في شباب كتير بياخدوها يقول لك عشان اسهر واذاكر وتصحصحني والتركيز والكلام ده كله. لا، لازم في كل حاجه ليها فايده وفي المقابل طبعا ممكن يكون ليها ضرر، حتى النبات صحيح الطبيعي. صحيح صحيح. فانتوا معانا الاعلام ويعني اعلامي متميز زي حضرتك. العفو العفو يا فندم، ده من ذوق حضرتك. يعني لما يوجه برضو بحاجه زي كده ويطلع الناس اللي في المجال ويتكلموا ويوجهوا الناس، دي حاجه كويسه وحاجه تفيد بلدنا. لكن انا بقول دلوقتي بالنسبه لخام السليمارين، احنا نرجو ان احنا يعني فاتوره الاستيراد العاليه قوي اللي بتدفع في استيراد هذه الخامه، بتوجه لكل جهه معنيه في الدوله ان هي تساعدنا في الانتاج، في وقف الاستيراد. الشركات اللي بتستورد نقول لهم يا جماعه الخامه نقدر نعملها وهنعملها لكم ارخص. والله حتى يا استاذ يوسف لو هي اغلى، انا هي ارخص اللي هي بنعملها، استحاله لو هتبقى هي حتى اغلى وبتتعمل في بلدك خدها من بلدك وما تستوردش. والله يا دكتور انا يعني في شويه حاجات زي ما قلت لك كده بعمل عليها هوم ورك. اللي انا افهمه انه مثلا في موضوع النبات اللي بتقدروا تنتجوا منه السلمارين، فنقدر نتعامل مع وزاره الزراعه في انه نوجهه الى قطاع الزراعات التعاقديه. يا جماعه دي مواصفات أوي. النبات ودي مواصفات طريقة الزراعة السليمة اللي منها النبات أقدر أطلع منه المستخلص اللي أنا محتاجه كمركز دوائي، فابدأوا اعملوا تعاقداتكم مع الشركات اللي بتزرع، تطلع بقى مملوكة للدولة، تطلع قطاع خاص إلى آخره. دي مسألة سهلة جدا يعني، فطالما أنه إحنا نجحنا في أن إحنا نقدر نطلع المادة الفعالة من هذا النبات يبقى نبدأ نشتغل عليها. ويمكن هنا أنا برضو بقول أنه أنصح يعني أو يعني أناشد كمان، مش هقول حتى نصيحة، انه وزاره الزراعه تاخد بالها بقى من الحاجات اللي زي كده، تبدا تشتغل مع يعني توجه بمساله نظام الزراعه التعاقديه، نقعد بقى مع الناس بتاعه المركز القومي للبحوث، ونقعد مع الشركات اللي بتصنع هذا النوع من الدواء واللي عندها استعداد تصنع الدواء ده في مصر. احنا هنحتاج كميه قد ايه؟ طيب الكميه دي يا مركز قومي تساوي ان انا انتج كام طن من هذا النبات؟ طيب الكام طن دول يعني بالنسبه لي المفروض يبقى انتاجيه الفدان قد ايه؟ يبقى اشتغل على نظام زراعات تعاقديه بخصوص هذا النبات اللي بطلع منه السليمارين. تمام. طيب نفس القصه فعلا انا مقتنع جدا بان احنا نقدر نعملها مع اشواجاندا، لانه هي استيرادها بيكلفنا فاتوره دولاريه ضخمه جدا، مش فاتوره ضخمه شويه، لا فاتوره ضخمه جدا. هل ينفع يتزرع في مصر ولا لا؟ انا والله ما اعرفش. ده الهوم ورك اللي هتعمله وزاره الزراعه، مركز البحوث الزراعيه هيقول لنا والله يا جماعة الأشواجاندا اللي بالمواصفات اللي أقدر أطلع بيها منتج دوائي يبقى مطابق للمواصفات ينفع حلو، أو لا ما ينفعش، أو ينفع بشروط معينة. يلا يا جماعة زراعة تعاقدية بنفس ذات الشروط كده، المزارع مبسوط، وزارة الزراعة مبسوطة، مركز البحوث أكيد مبسوط، الشركات بتاعة الأدوية المفروض أنها تبقى مبسوطة. ليه؟ لأن أنا جايب لك المنتج محلي أرخص من المنتج المستورد. كل الشكر لدكتورة نهلة سيد عبد العظيم، أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز القومي للبحوث وعضو الفريق البحثي حول مسألة مستخلصات السلمارين. شكرا جدا، هستأذنكم نروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. طيب تم زي ما حضراتكم عارفين يوم الاثنين الساعة تقريبا كانت 3:30 أو 4 الانتهاء من جلسة مجلس النواب بعد ما الدكتور مصطفى مدبولي تفضل بعرض بيان الحكومة أو برنامج الحكومة. جلسة كانت تقريبا مدتها حوالي 1:30 تقريبا، حاجة زي كده. وبناء عليه معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شكل لجنة برلمانية لدراسة هذا البيان برئاسة المستشار أحمد سعد طبعا وكيل مجلس النواب، وبعضوية 42 نائب مشكلين بالأساس من رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
هتلاقي شرقاوي وفرغالي في اللجنة. حلو كده؟ يعني ممثلين عن المعارضة في البرلمان. اللجنة شغلتها تعمل إيه؟ هتقعد تقرأ وتفحص وتفصفص وتدقق، كويس؟ وتبدأ تشتغل على بقى إيه؟ البيان ده. طيب النهاردة بدأ العمل بهذه اللجنة، يعني النهاردة كان أول انعقاد لهذه اللجنة. وطبعا اللجنة مش بتيجي في يوم تروح واخدة كل الوزارات، لا، هي بتاخد مجموعة من الوزارات وبعدين تاخد مجموعة أخرى وما إلى ذلك. طيب بيدوروا على إيه أو بيشتغلوا على إيه تحديدا؟ مدى التزام البرنامج أولا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. طيب لأن توجيهات رئيس الجمهورية قائمة على إيه؟ قائمة على تلبية تطلعات وطموحات الشعب المصري، قائمة على تحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطن وبشكل عاجل وملموس. معايا على التليفون سيادة النائب أحمد فتحي، عضو اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، لكن الأهم من كل ذلك أنه صديقي العزيز. ازيك يا سيادة النائب؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ اخبارك انت؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد طيب. لله. صديقي النائب احمد فتحي الرجل النشيط المدقق جدا. حلو؟ عايز اعرف منك من لا بس دي حقيقة يعني يا احمد، يعني ده بجد والله. خليني اسألك على أول يوم للجنة النهاردة، بدأ ازاي؟ وعملتوا فيه ايه؟ وهل بدأتوا توصلوا لبعض النتائج؟ هل في ملاحظات؟ يعني أسهب القول قول. يعني النهاردة كانت أولى جلسات مناقشة الحكومة في البيان وفي البرنامج. شرفونا 7 وزراء، الجلسة الأولى كان فيها 4 من السادة الوزراء، وبصراحة يعني في منهم 3 يعني اللي هي الحقيبة الاقتصادية، وده أهم محور بنبني عليه كل الأيام الجاية. يعني تشرفنا بالحضور ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عشان هي حصل كان من نوع من أنواع توصيات الحوار الوطني إن يحصل عملية الدمج ما بين التخطيط والتعاون الدولي، وده حصل على أرض الواقع. صحيح. شرفنا معالي وزير المالية ومعالي وزير الاستثمار. أيه. وكمان زاودا عليه لوزارة الاستثمار وزارة التجارة الخارجية، وطبعا يعني المستشار الجليل محمود بيه فوزي معالي وزير الشؤون المجالس النيابية والقانونيه، وزاد عليها كلمه التواصل السياسي عشان ده كمان مدلول محترم جدا اللي بيقول ان مازال الحوار الوطني مستمر سواء بجلساته او بالتوصيات المحترمه اللي طلعت خلال الفتره اللي فاتت، وتمت مناقشتها النهارده يا يوسف مع الحكومه هتنفذوا التوصيات ازاي، البرنامج حضراتكم هتعملوا فيه ايه. بصراحه يعني النهارده 42 نائب تحدثوا في كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الملف الاقتصادي. كنت أنا مهتم جدا بملف يعني قعدنا نشتغل عليه على مدار 2 سنين في الحوار الوطني، سنة كاملة 9 شهور بالكامل جلسات تمهيدية لحد يوم 15/6/2023 كانت انطلاقة جلسة بعنوان دعم الدولة المصرية ملف ريادة الأعمال، وازاي ان ملف ريادة الأعمال ده يرفع من اقتصادنا الوطني. فكان قدامنا ومعالي وزيرة التخطيط ووزير المالية ووزير الاستثمار حضراتكم رؤيتكم ايه؟ لقينا بصراحة واحنا بنقرا طبعا امبارح قعدنا نذاكر مذاكرة كبيرة جدا عشان خاطر نبقى يعني محددين في الكلام معاهم، وبس لقيت في برنامج الحكومة ان ملف ريادة الأعمال بالذات في محور بناء الإنسان المصري في ذكرت 4 مرات في 4 برامج مختلفة، سواء مع الشباب والرياضة، سواء مع التعليم العالي والتعليم والتربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضا حاجة مهمة جدا والاستثمار كانت بتتكلم عنها إن هي عايزة تعمل عملية الدمج ما بين كل الوزارات المعنية عشان خاطر تحقق الغرض المرجو منه ألا وهو الأرقام. يعني الشباب اللي بتسمعنا دلوقتي وأهليهم اللي بيسمعونا، كنا بنسأل زمان يا يوسف من فترة كده أنتوا حضراتكم كحكومة عملتوا كام شركة ناشئة؟ ما كانش فيه إجابة. طيب الإجابة كانت بتيجي إن الوزارة الفلانية قدرت تدعم 10 شركات، وزارة تانية قدرت تدعم 100 شركة. بناء على إيه؟ طب والدعم دوت هل ده دعم مادي ولا دعم بحوافز ضريبية
عشان خاطر احنا كانت مناقشات في القانون ده بالذات اللي هو 152 لسنه 2020 اللي هو الداعم للمشروعات الصغيره والشركات الناشئه، كنا بنسال النهارده وزير الاستثمار ووزير الماليه حضراتكم ما بتطبقوش قانون دوت، وما يعني والبرلمان عمل في الفصل التشريعي اللي فات مجهود كبير فيه لحد ما طلع للنور، بس للاسف ما شافش النور من قبل الشباب اللي عايز ينشئ شركاته. كنا بنتكلم عن الحوافز للساده المستثمرين اللي عايزين يستثمروا سواء المحليين او المستثمر الاجنبي، حضراتكم تطلعاتكم ايه في البرنامج ده؟ عايز اقول لحضرتك يعني الردود ما كانتش جايه بتيجي ان انا دفاعا عن الحكومه، لا بصراحه احنا كان عندنا مشكله ان فعلا كان الملف تايه ما بين الوزارات لحد ما دوله رئيس الوزراء من فترة جه أسس وحدة محترمة جدا قدرت تجمع كل الوزارات والخبراء غير الوزارات الخبراء اللي شغالين في ملف ريادة الأعمال. هاي. فالوحدة دي كل شهر بتريبورت بترفع تقرير لدولة رئيس الوزراء بالتحديات بالمشاكل بالتنفيذ على أرض الواقع، بكام وزارة قدرت توصل لأكبر عدد ممكن من تعليم وتدريب وتأهيل الشباب عن مفهوم ريادة الأعمال. طب ماذا بعد التدريب والتأهيل؟ الدولة بتنشئ حاليا وبتشتغل على صندوق استثماري عشان خاطر تعمل استثمار في الشركات الناشئة. كل ده يعني بيدي كده زي ما بقول لك كده رؤية مستقبلية ان فعلا الملفات اللي الحوار الوطني تحدث عنها الحكومة مهتمية بيها وبتنفذها على أرض الواقع. فده فيما يخص عشان ما اطولش عليك عشان بالعكس محور مهم جدا الثقافه، ده بالنسبه لي برضو كان مهم جدا في الجلسه الثانيه. احنا كان عندنا مشكله كبيره قوي يا يوسف بتخص عمليه التطرف سواء من طلبه في النشأ في المدارس او في الجامعات، وكمان مفهوم فكره الثقافه ووزاره الثقافه هي هل واصله لمجموعه كبيره من شباب المدارس والجامعات ولا لا؟ كانت الاجابه ما اكذبش عليك في الحوار الوطني ما نعرفش اي حاجه لا عن وزاره الاوقاف ولا عن وزاره الثقافه. النهارده بصراحه يعني السيد وزير الثقافه والسيد وزير الاوقاف برؤيه محترمه تنفيذيه، وتنفيذيه دي بقول مش قابل للتنفيذ، هي هتتنفذ ان شاء الله على ارض الواقع، ان هو لما ينزل للنشأ في المدارس وفي الجامعات ويبقى في تعاون مثمر والتشبيك يا يوسف ما بين وزاره التعليم العالي والشباب والرياضه واللي بيحصل مع التربيه والتعليم وكمان الاوقاف والثقافه، ده هيدينا مدلول مهم جدا. كانت جلسه مهمه وانت طبعا يعني اتشرفت ان انا طلعت معاك اكتر من حلقه ودايما بنسلط الضوء عليها، وانت كنت واحد من القيادات الشبابيه داخل الاتحادات الطلابيه، كنت دايما بنخاطب النهارده وزير الماليه وزير الثقافه ووزير الاوقاف حضراتكم عايزين توصلوا للناس ازاي اذا انتوا عندكم كنز اسمه اتحاد طلاب مدارس الجمهوريه. وجوه الاتحاد يا يوسف في حاجه اسمها اللجنه الدينيه والثقافيه. اللجنه الدينيه والثقافيه ايام الحوار الوطني ما فيش اي حكومه بتتواصل معاها. فلما النهارده الاقي وزير الثقافه والاقي وزير الاوقاف بيقول لك لا عشان نجدد الخطاب الديني وعشان يبقى احنا عندنا اصول ثقافه على حق، واللي احنا عندنا مسارح المدرسه ومسارح الجامعه ان احنا نقدر ندور على ونكتشف المواهب اللي فعلا نقدر نقول ان احنا عندنا جيل محترم موجود في الاتحاد الطلبه، فلقيت عمليه القبول ما بين اللي احنا بنقوله وما بين ان هم بيتقبلوا القصه ومعترفين ان احنا ما وصلناش للمجموعه دي كلها، معترفين ان احنا عايزين نتواصل. فلما يبقى في تعاون مثمر ما بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه وايضا الحوار الوطني، هو ده بصراحه الغرض اللي مرجو منه. طب انا احمد في الحته دي باعتبار بقى انت فكرتني بايام اتحادات الطلبه وطلع رجعتني الايام زمان قوي. أنا أتذكر كويس جدا جدا إن أنا في وقت من الأوقات دخلت الانتخابات بتاعة اتحاد طلاب الجمهورية، وكان نازل قدامي ولد كان اسمه هشام، وهشام ده كان داخل على نفس اللجنة بتاعة لجنة الثقافة واللجنة الدينية، وأنا داخل على نفس اللجنة. الواد هشام ده كان إخوان، المهم يعني هو أنا سفلته حلو سفلته يعني وخلصته تمام و100 فل. لكن أنا أصبحت يمكن بحكم العمل بقى البرلماني كوكيل للجنة الثقافة، أنا بشوف إن إحنا بنعاني معاناة مخيفة. من إيه؟ التشوه في هيكل الصرف المالي بتاع الوزارة. الوزارة عندها طول الوقت النوايا الحسنة، طيب معاكوا فلوس؟ لا معناش. إزاي يا جماعة؟ ده الفلوس قدامي اهي،
لما بنقعد نناقش الموازنه بتاعت الوزاره. صح. حلو. الاقيها كلها رايحه ايه بقى؟ اجور، لجان، بدلات، مكافئات، اللازم منه. النشاط المباشر ما بيدخلوش حاجه غير النظر القليل. هتتحل الازمه دي ازاي يا احمد؟ هو ده هيفضل دورنا يا يوسف موجود. هو يعني مناقشه يعني ال 10 ايام الجايين هي مش يعني مش هقول لك ان هو ده اللي هيكفي ان خلاص ان الحكومه هتنفذ القصه دي. هو دورنا الرقابي انا وحضرتك وزملائنا المحترمين من اعضاء مجلس النواب ان ده لازم النهارده شفنا كلام محترم من معالي وزير الثقافه، وانا بصراحه مستبشر فيه خير ان رؤيه ان لما حد يعترف في بدايه حديثه مش عن انجازات سابقه ان انا عندي مشاكل في 1 2 3، ولما اتكلم والاقي ان واحد بيتكلم عن اليات تنفيذ في مده زمنيه ويبعتها كمان ويقول لك انا مستعد ابعت البرلمان بصفه دوريه كل الرؤيه اللي عندي عشان خاطر اقدر انهض بمجال الثقافه في مصر، ده شيء محترم جدا. ف غير ده بقى يعني انا مثلا كنت النهارده بساله ان في بيان الحكومه انت كاتب كلمه مهمه جدا الا وهي يعني خليني هو اذكرها لك، مواصله العمل على تطوير المناهج الدراسيه لتشمل مزيد من التاريخ المصري والثقافه الوطنيه. قلت له ده كلام في محور تعزيز الهويه الوطنيه، ده كلام محترم جدا وهو داخل في تحت محور مش بناء الانسان يا يوسف، ده داخل تحت محور حمايه الامن القومي. فقلت له يعني وانت بتكتب البرنامج بتاعك ده واللي انت تحطه تحت محور حمايه الامن القومي ده شيء بيدل على ان انت فعلا فاهم ان زي ما كنت انت بتقول يا يوسف اللي كان قدامك بيتنافس معاك اخواني او ممكن يبقى عنده اي توجه تاني. لا الواد كان اخوان الدوله المصريه، ده كان اخوان ايه؟ اخوان يعني من اخمص قدميه حتى اخر خصلات شعره، مذهل. وممكن يفضل الحال ويبقى الوضع على ما هو عليه إلا لو انتبهت الحكومة المصرية، وده اللي هيحصل في الحكومة الجديدة، إن أنزل للنشء وللشباب في المدارس والجامعات وتبقى الصفة الشرعية، مش إن أنا بعمل عملية توعية وأطلع ببيان قدام المجلس النواب وأقول إن أنا ضربت 100,000 شاب، ولا هسمع الكلام ده. أمال إيه نسمع أنت لما تروح للصفة الشرعية اللي هي الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية داخل المدارس والجامعات، ساعتها هنبتدي نسأل الشباب دي حضرتك لما خدت الدورات التدريبية من وزارة الثقافة حضرتك نزلت قدرت توصل لكام شاب؟ عشان ده شغل الشباب. طب اللي أكتر من ده وأنت بتتكلم كان بعض النواب النهاردة كانوا ممكن فيه بيتحدثوا عن فكرة إن إزاي إن الفن بتاعنا رايح لدول أخرى. عجبني جدا السيد وزير الثقافه لما قال لك انا ما عنديش مشكله، بالعكس ده انا اشجع على ده اكتر، ان الفن المصري واصل لكل الدول، لكن انا عندي مشكله ان هو مش واصل جوه في بلدي بالشكل اللي انا كوزير محتاجه واللي انا اقدر اصمم عليه. فالتصميم ده كويس، رؤيه محترمه، بس الموضوع مش كلاما زي موضوع المناهج وسالته عليه، فقال لك هتعاون مع وزير التربيه والتعليم. قلت له ده اديني شكل المنهج هيبقى عامل ازاي؟ انت طبعا ما شاء الله وكيل لجنه محترمه جدا ومهمه جدا للثقافه والاعلام، وطبعا السيده الفاضله دوريه شرف الدين معالي الوزيره تحدثت برضو في الملف ده بطريقه مهمه جدا، وده ميزه لما انت ذكرت في بدايه حديثك ال 25 رئيس للجنه، كل رئيس عنده ملفات زي ما انت ذكرت يا يوسف، سواء بقى طلبات احاطه الاقتراحات بالرغبه، كل ما يتعلق بمناقشات داخل اللجان هي بتوصل للحكومه عشان نقول ان ده كويس، لا واحنا محتاجين نزود عليه، او اللي محتاجين اكتر واكتر ان احنا، وده اللي بيحصل مننا وهيحصل اكتر كمان خلال الفتره الجايه، الرقابه على مؤسسات الدوله عشان يبقى الوضع على ان احنا شايفين ان في نجاح محترم. والنجاح الحقيقي ان المواطن يحس بقى بالكلام ده، ان مش 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 يسمعني دلوقتي يقول لك يا عم انا سمعت الكلام ده، لا والله ولا سمعت الكلام ده ولا اي حاجه، احنا فعلا عايزين ان احنا نبقى موصلين رساله محترمه للمواطن ان في عمليه التكامل يا يوسف، ان انا مش براقب على السلطه التنفيذيه من اجل ان انا اعمل عفوا في الكلمه شو اعلامي اللي انا بطلع الاخطاء فقط لا غير، هو ده مش هيهم المواطن دلوقتي خلاص، مش هيقول ده فلان وفلان اتكلموا مع الحكومه بشكل فلاني فطلعوا كويسين، لا هو المواطن عايز يحس في الاخر
ان الكلام بتاع يوسف والكلام بتاع فتحي والكلام بتاع جميع الساده النواب انا عايز اشوفه فعلا على ارض الواقع، وده اللي هيحسوه اكتر بقى لما هنفتح ملف الحمايه الاجتماعيه ايوه خلال اليومين الجايين طبعا مع معالي وزيره التضامن الاجتماعي، وطبعا اكتر واكتر ده كمان مع معالي وزير التربيه والتعليم والتعليم العالي ووزير الصحه فيما يخص الصحه والتعليم. صحيح كل ده الناس برضو محتاجه تشوف وتسمع، فان شاء الله اليومين الجايين طبعا هنوضح لك كل الاجراءات شدوا اللي حيلكم، بتحصل داخل هتلاقيني اللجنه بزن عليك عشان الساده كتير، المواطنين يحسوا فعلا ان الحكومه الجديده واقفه في ظهرهم ان شاء الله. هزن عليك كتير قوي. انا شرف اشكرك ليا، جدا يا شرف حبيبي، ليا، ربنا يخليك شكرا. ابو حميد، تسلم. كل الشكر لسياده النائب احمد فتحي عضو اللجنه المشكله لدراسه بيان الحكومه. علي انا هتلاقيني حتى اتبسط دائما في الكلام مع انا وفتحي، تزاملنا في شركه كبيره جدا قوي خالص يعني، وبالمناسبه احنا بنحب دايما نتكلم على الشركه اللي كنا بنشتغل فيها يعني، كنا انا اكبر من فتحي حبه صغيره او حبه كتير، وان كان حتى فتحي شعره اكثر شيبا مني بس هو اصغر مني شويه في السن، لكن تزاملنا في هذه الشركه وكملنا بقى بعد ما تركنا هذا النوع من العمل، كملنا صداقتنا ورفقتنا. ليه انا بحب حد زي احمد فتحي ده؟ بكلمك بامانه والله، لان انا بحترم جدا طريقه شغل احمد فتحي جدا. احمد طول الوقت شخص نمكي يعني تفاصيل، وفي نفس الوقت نشاط، ولا يكل ولا يمل ولا ييأس، يعني تاتش وود يا فتحي، وبنزينه ما بيخلصش يعني تمام، ساعة ما بيصحى الصبح بدري لحد آخر الليل هتلاقيه قاعد شغال، وزيارات هنا واجتماعات هنا وعمال بيكتب في تصورات وخطير، ده بكلمك بجد خطير. بفرح لما بلاقي هذه النوعية من النواب داخل مجلس النواب، النائب اللي داخل بجد عاوز يشتغل ويطحن شغل، يطحن شغل، حاجة بتفرح. الكلام اللي احنا قلناه تحديدا يمكن على وزارة الثقافة، طبعا احنا محتاجين نقعد فعلا مع الثقافة والمالية الاثنين مع بعض في وقت من الأوقات بعد أن ينتهي عمل هذه اللجنة، وبعد ما المجلس يمنح الثقة للحكومة وما إلى ذلك إن شاء الله، ساعتها بالتأكيد يعني هنقعد مع وزير الثقافة ونقعد مع وزير المالية، علشان لازم فعلا نبحث ما أصفه أنا، ده مجرد وصف خاص بي، أن هناك تشوها ماليا مخيفا. الوزارة ميزانيتها مش قليلة، بس هي محملة بكم أعباء مالية تذهب في النهاية خالص في إطار المرتبات وما هو شبه المرتبات، البدلات والحوافز واللجن كل الكلام اللذيذ ده. يلا بينا نمول نشاط بقى، فينيتو لا موزيكا، مفيش فلوس، أو بص أنت كنت عايز 10,000 خد 1,500 حاجات كده، ومش عشان حاجة هم معذورين. دي مشكلة أنا شفتها مع ثلاث يعني وزيرين آدي التالت. المهم تعال نروح لأيضا خبر أنا أراه جيدا، لأنه ده من الأخبار اللي تهم المواطن. بص يا سيدي، إيه هو التضخم ببساطة كده؟ يعني إن الأسعار غالية. يعني إيه؟ يعني إن القدرة الشرائية بتاعة الجنيه تبقى قليلة. يعني اللحلوح بتاع المصريين دول والله العظيم عليهم بلاغه، الجنيه لما كان بيشتري حاجات كتير كده يسموه اللحلوح، لانه يلحلح اي شيء في سكته كده. فهذا اللحلوح مثلا اقدر اخش مثلا يشتري بجنيه ب 100 قرش، اقدر اشتري مثلا خمس نظارات، النظاره الشهيره بتاعتي دي. حلو؟ طيب النظاره دي مش ماركه بالمناسبه. هيشتري خمس نظارات، اجي لما اجي بعد سنه الاقي الجنيه بيشتري ثلاث نظارات، يبقى ده التضخم عالي. سهله دي. طيب يبقى القدره الشرائيه للعمله المحليه بتاعتي، انا كان عندي تضخم عالي. ايوه كان عندي تضخم عالي. هل التضخم ده مستورد؟ 90% منه مستورد، وهقول لك انه في 10% ليهم علاقه بالسياسات بتاعت الحكومه انذاك، لكن 90% منه تضخم مستورد. كورونا على روسيا واوكرانيا، على خناقه بحر الصين اللي هي تايوان والصين، على خناقه امريكا في الصين،
حواديت. وطبعا وصلنا لمرحلة بقى أننا بقى في عندي الأزمة أو الصراع العربي الصهيوني حصل من 7 أكتوبر، ثم بعد كده يبقى يتسع الصراع فيحصل ما يحصل في البحر الأحمر، أبدأ أن أتضرر شوية في قناة السويس، الحق ده لبنان، الجنوب حزب الله، أوب أبدأ أتضرر شوية في عائدات السياحة، الله وإيه اللي بيحصل؟ إذن كل ده يرفع التضخم جدا جدا جدا، ويصبح التضخم المستورد ده بالنسبة لي اللي أنا ماليش دخل فيه، أنا مش قادر أسيطر على هذا التضخم المستورد اللي جاي لي من بره، أحداث كلها ملهاش علاقة بالداخل بتاعي. عشان كده قلت تيجي تقول يعني هو ما كانش فيه، أقول لك لا كان فيه يا سيدي، بس هي تقريبا، والله بكلمك بجد مش هزار، هي تقريبا في حدود 10% من إجمالي ما حدث. اللي حصل مش في إيدينا، لا انا في ايديا كورونا، ولا في ايديا روسيا اوكرانيا، ولا في ايديا اللي بيحصل في جنوب لبنان، ولا اللي في ايديا اللي بيحصل في فلسطين، ولا في ايديا اللي بيحصل في البحر الاحمر، ولا في ده، مش في ايدي انا، ماليش فيه. لكن في النهايه مين المسؤول؟ مصر مسؤوله، حكومتها مسؤوله، لازم تشتغل، طبعا لازم تشتغل، فاشتغلت. ده المفروض بيؤدي الى ايه؟ يحصل بقى انه التضخم يبدا يقل. حاضر، التضخم يبدأ يقل، التضخم يبدأ يقل، هتلاقي الأسعار تبدأ تهدى. ليه؟ لأنه ساعتها القيمة الشرائية للجنيه، قدرة الجنيه تبدأ تزيد. الجهاز المركزي للإحصاء بيقول إن التضخم في مصر كان 27.5 في شهر 6 اللي فات، مش بكلمك على 23، 23 كان أكتر من كده. التضخم كان قد إيه؟ 27.5 في شهر 6 اللي فات. طب في مايو كان قد إيه؟ كان 28.1، يعني نزل قد ايه؟ نزل 0.6. لو استمرنا بهذه الوتيره هتلاقي الاسعار واحده واحده بتهدى. النسب تمام، يعني لو احنا بنتكلم في انه 0.6 كل شهر مضروبه في 12 شهر، يعني ينزل 6 يبقى 60، صح كده؟ يبقى 6 وبعدين 2، يبقى حوالي ينزل حوالي 7% كمان، يعني ممكن في 12 شهر التضخم يوصل لحوالي 20%، ولا ممكن يبقى وتيرة انخفاض التضخم أسرع من كده؟ أنا ما عنديش إجابة بصراحة شديدة، يعني مش شغلتي، ما فهمش فيها، أفهم في بعض الأمور مش في كل الأمور، لأنه ده مرتبط بمجموعة كبيرة جدا من البيانات والتفاصيل. طيب ده دي من ضمن الحاجات. الحاجة التانية أنه مرتبط كمان بتداعيات ما يحدث حولنا في الإقليم وفي العالم، وقدرتنا أو مرونتنا على التحرك مع أو في ظل هذه التداعيات. يعني على سبيل المثال، لو حلينا الأزمة بتاعت فلسطين هنلاقي الوتيرة أسرع، لو صحينا الصبح لقينا الأزمة الروسية الأوكرانية انتهت إلى مائدة التفاوض واتحلت، يا خبر ده احنا كده تمام هنبقى في الجنة، هتلاقي الأسعار بتقل جدا أو بالأدق التضخم يقل جدا، وهكذا. ففي أمور، بما أنه هذا التضخم أغلبه مستورد، إذن في أمور لازم تتحل بره، هتلاقي التضخم بيقل معنا بسرعة. إحنا من جوه هنا هنشتغل تمام، أو بدأنا وبنشتغل بقوة الحقيقة، فأتمنى إن إحنا نقدر نحل هذه المسألة، زيادة إنتاج، زيادة تصدير، كفاءة البنية الصناعية بتاعتنا، كفاءة الصادرات إلخ، سواء إذا كانت الصادرات دي صادرات صناعية أو صادرات ل ناتجة عن التصنيع الزراعي. ملف الصناعة. فاصل ونكمل الكلام. قال لك ايه بقى الاول؟ ازيكم؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك ميتا، كابتن زوكربيرج قرر انه يخوف الناس، قرر انه يبين لنا العين الحمراء، قرر انه يرعبنا ويرعشنا ويخوفنا. ماشي، ليه؟ قال لك احنا بيتوعد بحذف اي منشور يسيء استخدام كلمه صهيوني. يعني مثلا دلوقتي لو انا قلت مثلا، وزملائي الاعزاء في السوشيال ميديا نزلوها على مثلا فيسبوك وكتبوا يوسف الحسيني اي صهيوني ارهابي، اي صهيوني قاتل، اي صهيوني دموي، فايه اللي هيحصل؟ ميتا هتروح جايه داخله، احنا صحاب فيسبوك يا جماعه، احذف لي البوست ده. طيب
أي صهيوني قاتل، أي صهيوني متطرف، أي صهيوني دموي. فالحاجات اللي زي كده يا سادة يا كرام، متى بتجيب فلوسها منين؟ إحنا الناس المستخدمين، صح؟ طيب متى بتهددكم وبتقول لكم احنا هنحذف البوستات بتاعتكم؟ ليه؟ عشان احنا ما احناش امنا. ليه؟ عشان احنا بنتكلم طول ده. ميتا يعني، لو انا ميتا يعني ميتا بقت عمليا ايه اللي بيحصل؟ ميتا شركه غير امينه، شركه كذابه، شركه تتحدث بامور ولكنها تنفذ العكس. ميتا ضد حريه الراي وحريه التعبير. ميتا تتحيز لأجل إسرائيل، صح ولا أنا غلطان؟ جميل. من يمول ميتا؟ إحنا. إزاي؟ مش الناس بتعلن عن طريق ميتا؟ مش الناس بتستخدم البلاتفورمز بتاعت ميتا؟ بطل تستخدمها وبطل تعلن عن طريقه. المفترض المفترض إن أنت عندك أكتر من 300 مليون عربي، خد بالك بقى. ده غير مفترض برضو ان هناك حركة طلابية رائعة جدا موجودة وبازغة وحاجات زي كده. هما اليومين دول اجازات، يعني عشان كده تلاقي حتى كل ما الاخبار اللي كانت متعلقة بالحركة الطلابية في الجامعات القائدة او الرائدة بالولايات المتحدة الامريكية هديت جدا، شبه معدومة، لانه الولاد اجازة يعني. هل لما يرجعوا من اجازاتهم يرجعوا للجامعات تاني والحرم الجامعي هيكملوا ولا لا؟ الله اعلم. لكن في النهاية، طب ال 300 مليون عربي اللي بيستخدموا منصات ميتا، قطع لا تستخدمها ولا تعلن عن طريقها، هيحصل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ في منصات تانية، في منصات بتاعت الصين، وفي منصات بص، يفتنا في ذلك المهندس احمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بواحده من كبريات شركات الاتصالات. اهلا بيك يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ يوسف، عامل ايه لحضرتك؟ ايه احوالك؟ تحيات حضرتك. الحمد لله. ربنا يخليك وكل المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم. ايه بقى ميتا عماله هريانه تهديدات وبتاع؟ طيب استاذ حضرتك، نرجع لورا بضعه اسابيع كده. الامم المتحده كانت اطلقت مبادئ الحد من نشر الاخبار المضلله ونشر خطابات الكراهيه عبر الانترنت وعبر منصات التواصل الاجتماعي، واتهمت منصات التواصل والتكنولوجيا الحديثه ان هي ليها دور رئيسي في هذا الموضوع. شركة ميتا كانت أول المستجيبين لهذه المبادرة، وحدثت السياسات بتاعتها بتاعت الحد من الكراهية ونشر خطابات الكراهية على الإنترنت، وأول ما اتحركت زي ما حضرتك قلت في اتجاه وقف الإساءة لكلمة الصهيونية، وإن أي حد هيكتب كلمة صهيونية على الفيسبوك ومعها أي إساءة طبعًا هيتحذر المنشور بتاعها ويتخذ إجراء ضد صاحب الحساب. وده بياخدنا لنقطة مهمة جدًا. ما هو تعريف كلمة الكراهية؟ ومن هو الذي يضع تعريف كلمة خطابات الكراهية؟ كالعادة هي المنصات والدول اللي تملك التكنولوجيا والمنصات التي تمتلك يعني كم كبير من المتابعين والدول اللي هي تابعة ليها، فبالتالي تعريف كلمة كراهية تعريف غير عادل. يعني أنا النهارده لما أقول هوقف نشر الكراهية، ما هو تعريف كلمة الكراهية؟ ومن هو الذي يضع تعريف لكلمة الكراهية؟ ما كلمة الكراهية بالنسبة لي غير بالنسبة لأمريكا غير بالنسبة للصين. فبالتالي الموضوع شبكات التواصل الاجتماعي ما بقاش مجرد حاجه بنقعد عليها عشان نقضي وقت او نهزر عليها، دي بقت اداه للتاثير في ثقافات وتوجهات الشعوب. وليس ادل على ذلك ان امريكا اترعدت من التيك توك، لان التيك توك كانت اكثر المنصات اللي سمحت بحريه تعبير الراي في القضيه الفلسطينيه، صح. وكانت احد الاسباب الرئيسيه في تسخين الطلبه عندها في امريكا. وامريكا اتخذت اجراءات قويه جدا ضد التيك توك، لان التيك توك الملاك بتوعها من الصين، وبالتالي امريكا خافت ان في دوله تانية تشاركها في التاثير على ثقافات الشعوب وتوجهات الشعوب. وبالتالي الموضوع ده هياخدنا لنقطه اهم اللي هي حروب الجيل الرابع، لان الحروب القادمه لن تكون حروب مسدسات ودبابات، لكن هتبقى حروب جيل رابع وشعارها دمر نفسك بنفسك. انا هوجهك وهوجه ثقافاتك وهوجه توجهاتك كلها بحيث انت تدمر نفسك بنفسك عن طريق الشائعات والفتن والمعلومات المضلله، وهعرفك الثقافه عن طريقي انا وهمسح ثقافتك بحيث انت تدمر نفسك بنفسك. حلو. طيب انا يمكن عندي سؤال. كل المقتنعين المؤمنين المناصرين بعداله القضيه الفلسطينيه رفعوا شعار مقاطعة لأمور ما ومنتجات ما وشركات ما ومصانع ما، سيبنا مع أنه مين مع ده ومين ضد ده،
لكن هل أدت إلى تأثير؟ آه عملت تأثير. هل هزت عروش؟ أيوة هزت عروش. السؤال بقى، ولماذا لا يقاطعون منصات ميتا؟ والله الناس المقاطعين دايما بيردوا في الحته دي ويقولوا اصلنا ما نقدرش نسيب لهم الساحه توزيع، يعني اللي هي نشر الثقافه عن طريق ميتا نسيبها لهم يتحركوا فيها لوحدهم. والحقيقه انا مش متفق معاهم في النقطه دي. انا متفق مع المقدمه اللي حضرتك قلتها ان احنا اكثر من 300 مليون عربي، لو قاطعنا الفيسبوك ومنصات ميتا هتبقى ضربه قاسمه ليهم، لان هو هيتخصم من رصيد اللي بيشوفوا الاعلانات. 300 مليون بني ادم، فدي خسائر فادحه. الاعلانات اللي بندفعها على عندهم طبعا هتبقى خسائر فادحه. فانا شايف كمان ده بالعكس، ده انا يعني المنصات دي انا ما فيش وسيط مصري، يعني انا في الشركات اللي الناس بتقاطعها ممكن يكون شغال فيها ناس مصريين فيتاذوا، لكن منصه ميتا ما فيش اي وسيط، يعني ما فيش وسيط مصري هيتاذي في النص. ده بالعكس، ده انا متفق مع المقدمه اللي حضرتك قلتها جدا. ثم انا مش هترك الساحه بتاعت السوشيال ميديا، لان انا هسيب ميتا واركز مع تيك توك مثلا، يعني مثلا. وكمان ميتا لما هتلاقي شال من عندها فوق ال 300 مليون مستخدم هتراجع سياساتها، او على الاقل هتلتزم الحياد بدل ما هي متحيزه لطرف ضد طرف. فطبعا هتبقى قوه ضغط قويه جدا. بس اتمنى المقدمه اللي حضرتك قلتها يعني تتحط موقع تنفيذ. والله يا ريت يا ريت، يعني لان انا مش قادر افهم. هو على سبيل المثال، هو ميتا بتحذف اي منشورات متعلقه مثلا بوزيرين صهاينه يعني يمارسون احط انواع التحريض زي سموتريتش وزي بن غفير؟ ما بيحذفوش حاجه. طب ما ده خطاب كراهيه اهو. ما هو ده نرجع لنقطه، من هو الذي يضع تعريف كلمه خطاب الكراهيه؟ هو الذي يملك التكنولوجيا ويملك المنصات. فبالتالي هنرجع تاني لنقطه برضو مهمه جدا، ان احنا يعني ان الاوان ان احنا ناخد خطوات جاده في ان احنا يبقى لنا دور فاعل في التكنولوجيا العالميه، علشان ما نخليش حد يضغط علينا بالتكنولوجيا بتاعته وبالمنصات بتاعته ان هو يوجه الثقافات بتاعنا. عايزين احنا لينا دور فاعل طبعا في توجيه الثقافات العالميه عن طريق التكنولوجيا بتاعتنا احنا. اتفق معاك. واحنا داخلين على الذكاء الاصطناعي هيبقى له دور كبير قوي في الفتره الجايه، المنصات هيبقى ليها دور قوي جدا في الفتره الجايه. فانا يعني اتمنى يبقى لينا دور فاعل اقوى من كده، علشان ما نبقاش فقط موجهين، نبقى موجهين. صح 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 صح. أنا بشكرك جدا باشمهندس أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بواحدة من كبريات شركات الاتصالات. بصوا يا جماعة، سلاح المقاطعة سيف مسلط على الرقاب إن أردت. إحنا هنا بنتكلم على إيه؟ قاطع منصات ميتا. هو أنت تتهدد وتسكت ليه؟ مش بس كده، هو مش بيهددك، هو بيقول لك توعد واضح، هتكتب حاجة مش حلوة على الصهاينة من وجهة نظرنا هحذفها. هو قايل لك اهو وش، ولا فارق معهم حاجة. ليه مش فارق معهم حاجة؟ لان هو يظن انك غير قادر على مقاطعة منصات ميتا. فإذا كانت هناك بارقة امل حقيقية في اكتر من 300 مليون عربي، وقف استخدامك على طول. توقف استخدامك يعني ايه؟ يعني مش بقى تخليك مستخدم خامل ما بتخشش، اعمل دي اكتيفيشن. هل هيحصل الدي اكتيفيشن الاكونت بتاعك، انه يعني 300 مليون مواطن دول او 300 مليون عربي دول هيدي اكتيفيتوا كلهم؟ طيب هفترض انه في منهم 100، طيب هل ده هيحصل ما بين عشيه وضحاها؟ لا. بس انت متصور انه لو عملت كده، بدأت ولقينا انه مئات الالاف يوميا بتتخلى عن حساباتها على منصات ميتا، ايه اللي هيحصل؟ لا ده هيحصل وهيحصل وهيحصل، وهيعرفوا انك ما بتهزرش. يا سلام، ايه سلاح المقاومة السلمية الرائع الجميل اللطيف ده؟ وزي ما قال باشمهندس احمد والي، مفيش شركة مصرية وسيطة في الموضوع، يعني مفيش حد هيتضر خالص. التعامل مع ميتا بيبقى بشكل مباشر، انت بتشتري منه الإعلانات مباشرة، خلص عليه. طيب شوف بقى، الحرب شرسة وأمر مقيت بشع. هل هناك بوارق أمل دائما
في امل على راي الست فيروز؟ ايه في امل او لا؟ اوقات بيطلع من ملل، مش كانت بتقول كده؟ طيب في عندنا في ظل هذه الحرب الشرسه، واللي انا حتى ما بحبش اسميها حرب، في ظل هذه الاباده الجماعيه المطلقه بتواطؤ دولي بل وبموافقه بسبب الارهاب الصهيوني الحقير، يلا حذف وميت، نزل بقى على اليوتيوب بقى معلم، ونزل على اكس، ونزل على تيك توك، هذا الارهاب الصهيوني الحقير، تيجي مبادرة معتز وصلاح لتحدي الصعوبات داخل الخيم. والله تعالى ناخد صلاح سلمي، وهو معالج وظيفي، وانا عايز قبل ما نتكلم مع صلاح انا عايز بس نعرض فيديو نشوفه، وهنرجع بس اشرح لك ايه اللي بيحصل ونتكلم مع صلاح شوية. ممكن نعرض الفيديو يا جماعة؟ يلا بينا. طيب حضراتكم شايفين اخ للأسف الشديد هذه الإبادة، هذا الاعتداء السافر السافل الحقير المنحط أدى إلى ما أدى إليه، بتر في الساق زي ما حضراتكم شايفين. طيب بيعملوا إيه بقى؟ يبدأوا يشتغلوا على إن هم يعملوا طرف صناعي، جهاز تعويضي بسيط بأبسط خامات ممكنة المتاح. يعني هيعملوا إيه؟ هم في ايديهم ايه؟ يقدروا على ايه؟ ده المتاح. اجزاء من مواسير بي في سي، شاش، قطن، ويقعدوا يفكروا وهنعمل كده وما الى ذلك علشان نقدر قدر الاستطاعه نعالج مصابينا جراء هذه الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني المحتل الذي يمارس أوقح وأبشع السياسات. معايا على التليفون صلاح سلمي معالج وظيفي. أهلا بك يا صلاح. أهلا بك. أهلا بك. عامل إيه حبيبي؟ أخبارك إيه؟ والله الحمد لله، أين يعني نتعايش مع الظروف وأمور السيئة في الطاقة. بدنا نعيش يا صلاح، بدنا نعيش. أكيد لازم نعيش. طيب قولي بقى أنتوا بتعملوا إيه؟ والفكرة جت منين؟ وبتقدروا إزاي أنكم يعني تعملوا هذه الأطراف أو هذه الأجهزة أو الأطراف التعويضية يعني؟ هي الفكرة أجت، أنا تم علي من الممر الآمن لعدة 47 يوم داخل الأراضي المحتلة تحت أثر التقييد، فكان الأمر كثير صعب أن أنا أكون مقيد. لما طلعت صار نظرتي للمجتمع أنه الأشخاص هذول اللي ما عندهم قدرة على الحركة أنهم كثير مقيدين، فكيف كان صار الفكرة أنه حل التقيد اللي هم موجودين فيه. بدينا نفكر طب هاي الشخص كيف بده يعني يصل للمية، كيف بده يعني يتعايش في الحياة المتوفر في قطاع غزة، يعني أشياء بسيطة، يعني كنا في بيوت من بطون أصبحنا تصدرنا بعض الأقمشة. بدينا نفكر انه ممكن هاي المواسير ممكن قابله للطي، ممكن تتوسع، ممكن تنعمل منها صنبات. معايا اخويا عبد الله سلمي، هو في مجال الاطراف الصناعيه. بلشنا نبلور الفكره بشكل سليم. بدا عمليه التنفيذ، الحمد لله عملنا الطرف باستشارة وبتنفيذ عبد الله، والحمد لله بدا الشخص يعني يقدر يقف عليه، كان عنده في تليف في ايديه
وهي يعني معاناة بعانيها مش شخص واحد بل العديد. ما في معدات تيجي من يعني من الخارج لقطاع غزة. قطاع غزة وضع صعب جدا، هي يعني مرحلة كثير صعبة، حتى انه الاشياء هاي البسيطة كمان يعني اصبحت نادرة حتى في في الاسواق. فعليا هذا اللي احنا قدرنا يعني نوصل له، لكن في يعني الامكانيات مش موجوده، في فيش ورش يعني هذه داخل خيمه عفوا. ده هي المشكله الاكبر كمان يا صلاح، انه واحده واحده شويه بشويه هذه الخامات ممكن تبقى معدومه مش موجوده. اكيد اكيد هذه يعني تتلاشى، يعني هاي يعني يعني من النادر لما نلاقي يعني نتصادف بهيك شغلات فعليا. قدرتوا تساعدوا كم حد يا صلاح؟ احنا حاليا اثنين بدينا نساعدهم. الاثنين هذول بنشوف يعني قديش قدرتهم على التحمل. الحمد لله الطرف ما عنده يعني ما وجد وجود ألم لإلهم. كان الطرف يعني في نوع من الصلابة نوعا ما، مش شغلتهم فيه هذا يجي مقر يعني مش يعني احنا قادرين نقدمه، يعني هذا يعني أبلغ عطاؤنا الفعل الحالي. يعني كان بودنا نقدم للناس افضل ما يكون بافضل المعدات بافضل الاطراف، ولكن كثره الحالات كثره قله المواد الكادر يعني حتى نشتغل في خطر، يعني مخاطره لما بتنتقل من مكان الى مكان هاي فيها مخاطره، هاي يعني نواجهها كمان كمشكلة طبعا. أدوات نتمنى أنه يكون في اهتمام لهاي أو توقف هاي الحرب، لأنها هاي مشكلة أثرت علينا جميعا في قطاع غزة. صحيح صلاح، قلبي معاك، ما عنديش حاجة أقدر أقولها لك أكتر من كده. كل اللي نقدر نعمله إحنا في مصر هي ان احنا هنستمر طول الوقت الدولة من ناحيتها وهي تعمل على هذا الملف تحديدا، انهاء هذه الحرب، انهاء هذه الإبادة، وقف اطلاق النار، تمرير المساعدات او نفاذيتها الكاملة. احنا واقفين وقفة يعلم الله سبحانه وتعالى ان ما فيش حد واقفها قدنا، ده بجد يعني. احنا عموما كشعب مصري، احنا كمجتمع، احنا كاعلام، كصحافه، احنا معاك وبنتابع وبنحاول نظهر الصوره قدام العالم كله يعني. اشكرك جدا يا صلاح سلمي. يمكن هو واخوه زي ما كنا بنتكلم بيحاولوا يساعدوا قدر الاستطاعه، مواسير بي في سي، قماش، قطن من هنا، شاش من هناك، بواقي مطهرات الى اخره، ونقدر نحن نعمل طرف صناعي عشان خاطر الناس المصابين دول يقدروا مجرد انه يقدر حتة خشب عشان يقدروا بس يتحركوا شوية. خلي بالك الناس هناك ما فيش حد، يعني الناس بتساعد بعضها، الكل فقد اهله، يعني ما فيش حد ما عندوش فقيد. دول هم الاشقاء والرفاق والأصدقاء، أو قل دول هم من بقى. تعرفين الناس هناك في فلسطين من وطأة الحرب وكثافة الضرب والضربات اللي بتوجه والتحذيرات الدائمة من هذا الكيان الصهيوني الإرهابي المتوحش، عشان ميتة بس تتبسط. طب ما تيجوا نعمل اكسرسايز لطيف، انا وزميلي وصديقي العزيز نبيل مسؤول السوشيال ميديا عندنا. اكتب كده بالظبط يا نبيل، بكلم بجد، وعايزين نشوف متى هتحذفوا بعد قد ايه. الكيان الصهيوني المتوحش
اللي أدى إلى إنه الناس تركب أطراف صناعية من مواسير بي في سي وبقايا أخشاب قديمة. اكتبها كده شوف اللي هيحصل. خلونا نروح للفاصل، الأمر لله، نروح للفاصل. حلقة نقاش حول بيان الحكومة بعد ما عرض على البرلمان، الأولويات في الملف الاقتصادي، الأولويات في البني آدم، الإنسان، المواطن المصري. معانا داخل الاستوديو بعد الفاصل دكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي، أيضا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. استنونا لو سمحتوا. زي ما كنا بنقول احنا عايزين نناقش ايه يا جماعه؟ عايزين نناقش حاجات معينه متعلقه ببيان الحكومه الذي عرض على البرلمان. ايه الحاجات المعينه؟ هي الاولويات التنمويه والاقتصاديه، واعتبروها كده كانها يعني ايه بنفكر مع بعض بصوت عالي. خليني ارحب داخل الاستوديو دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. يا ادي النور، يا ادي النور. ازيك يا دكتور هشام؟ عامل ايه؟ منورني، وحشني قد الدنيا. ايضا معانا داخل الاستوديو منورنا ومشرفنا دكتور محمد عزام، عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك كله حلو، حضرتك ومشاهدين حضرتك. ربنا يخليك. انا عايز ابدا يمكن بدكتور هشام على مسألة الأولويات ما بين التنمية والاقتصاد. طيب، هو مؤكد أنه قبيل قبول استقالة الحكومة اللي هي كان فيه ضغوط في الشارع، هي كان حجم التحديات على المواطن كانت كبيرة، درجة الرضا الحياة ما كانتش عالية، وفي ضوء ده الحياة السيد الرئيس استجاب على مش هقول على الفور، لكن استجاب الحياة في ظروف أو في توقيتات كان بيرى أنه هي التوقيتات الافضل، والحقيقه تم تغيير الحكومه. بعد عدد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي يمكن الحقيقه حاله التفاؤل انخفضت نسبيا لانه مش هيبقى فيه تغيير جذري، بس بعد التشكيل الفعلي تغيير الحقيقه واسع وكبير، مش بس في الاسماء لكن كمان في دمج وزارات وفصل واستحداث، فالحقيقه حاله التفاؤل ارتفعت وبشده. واتصور انه بيان الحكومه كان ترجمه حقيقيه للتكليفات اللي اعطيت من السيد رئيس الحكومه. والحقيقه كان بتدور في امرين هامين للغايه، وكلا الامرين الحقيقه تم استحداث بالنسبه لهم هيكل جديد. بنتكلم على التنميه البشريه، وعندنا منصب جديد هو نائب رئيس الوزراء للتنميه البشريه، وتم تكليف وزير الصحه الحالي اللي هو وزير التعليم العالي السابق، وبالتالي هو اقدر من يستطيع ان يقوم بهذه المساله، اقتناعا من السيد الرئيس ومن الدوله انه التنميه قوامها الاساسي العنصر البشري. يعني مفيش تنميه مستدامه. يعني ايه تنميه مستدامه؟ يعني اقدر اعمل معدل نمو اقتصادي لفتره زمنيه بعيده، معدل نمو مرتفع. النمو بيختلف عن التنميه، انه النمو ممكن اعمله من قطاعين ثلاثه، من محافظتين ثلاثه، من فئات معينه من المجتمع، لكن التنميه لازم كل قطاعات النشاط الاقتصادي تتحرك معايا، كل المحافظات تتحرك معايا، كل فئات المجتمع تتحرك معايا، وبالتالي الكل يستفيد. لانه النمو الاقتصادي مش بالضروره انه الكل يستفيد منه، لكن التنميه لازم الكل يستفيد منه. وبالتالي هو ده التوجه الاساسي، انه لازم يكون عندنا تنميه. وعلشان لو اعتمدنا على قطاعين ثلاثة، ولو قطاعين ثلاثة دول واجههم تحديات، فبالتأكيد الوضع الاقتصادي بيتأثر. وبالتالي ازاي يكون عندنا تنمية فيها قطاعات أساسية اللي هي الحقيقة تضمنها برنامج صالح الهيكل اللي احنا بدينا فيه 2019، اللي هي التحديات الخارجية ضغطت علينا بشكل كبير وما قدرناش ان احنا الحقيقة ننجز فيه. قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيضاف اليوم قطاع السياحة باعتباره انه قطاع مهم جدا عشان بيشغل عمالة، بيعمل بيساعد عملية التنمية الاقتصادية، وبيولد نقد أجنبي بشكل كبير، وبالتالي بيأمن الوضع الاقتصادي وما يخليش الدولة تلجأ كل عدد من السنوات انها تعمل استكمال للإصلاح الاقتصادي وتحليل لقيمة العملة، وبالتالي ده بيخلق ضغوط على القيمة الشرائية، مستوى معيشة المواطنين وما إلى ذلك.
فالتوجه الاولاني انه يكون عندنا نائب رئيس وزراء للتنميه البشريه. التوجه الثاني هو ايضا نائب رئيس وزراء للتنميه الصناعيه، لانه الحقيقه التنميه الصناعيه الملف اللي اذا ما نجحنا فيه اتصور انه مصر هتكون في مكانه ثانيه خالص، لان احنا الحقيقه التنميه العقاريه كانت ماشيه بشكل طيب للغايه. بنتكلم على مدن جديده، بنتكلم على عاصمه جديده، بنتكلم على ساحل شمالي ان شاء الله هيكون منافس بشكل كبير، مش بس لسواحل البحر الاحمر، لكن هيكون منافس بشكل كبير لكل الدول المطله على البحر المتوسط. مش بس شمال افريقيا لكن كمان جنوب اوروبا، دول شمال المتوسط بالظبط. وبالتالي فكره التنميه الصناعيه لما يكون لدينا فيها تنمية حقيقية هي دي اللي هتأمن قاعدة إنتاجية قوية، هي دي اللي هتستطيع أن تمكننا من إحلال الواردات، هي دي اللي هتمكننا من أرقام صادرات بنستهدفها، لأنه هي دي اللي هتكون العنصر الأساسي المولد للنقد الأجنبي. وبالتالي فكرة الضغط اللي احنا بنبقى فيه كل عدد من السنوات فيما يتعلق بالعملة، شح العملة مش موجود، بنضطر إن احنا نعمل تخفيض لقيمة العملة. الحقيقة أتصور إنه إذا ما نجحنا في هذين الملفين على وجه التحديد، التنميه الصناعيه والتنميه البشريه، اتصور الوضع الاقتصادي سيتغير كثيرا. انا عايز ارجع على نقطه معينه متعلقه بما بين الصناعه والاستثمار، بس عايز اروح الاول للدكتور محمد عزام علشان اقدر او اظن في وجهه نظري، صح لو انا غلطان، وبرضه يا ريت كمان دكتور هشام يشترك معنا في هذه المناقشه، انا مش عايزها تبقى سؤال وسؤال، احنا عايزين نقعد نتناقش بجد. يعني مساله التحول الرقمي بشكل عام ومسألة الفينتك بشكل خاص اللي تساعدني أكتر على أن أنا أبدأ أدخل قطاعات كنا نصفها ولا زلنا حتى هذه اللحظة بأنها قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، دي تفرق معايا كتير جدا في ملف ما بين فكرة نمو اقتصادي وتنمية شاملة في البلاد، علشان أقدر أخش في هذا الملف بشكل أكثر قوة، يحرك الملفات بشكل أكثر سرعة، أنا محتاج إيه؟ شكرا طبعا على السؤال، واستكمالا لكلام الدكتور هشام، حقيقه لو احنا بنتكلم على تنميه مستدامه احنا عندنا كرسي بثلاث رجلين حقيقه. منظومه اقتصاديه، منظومه تكنولوجيه بمفهوم امتلاك التكنولوجيا، مؤسسات عامه داعمه للكلام دوت. واحنا لو بنتكلم على التحول الرقمي فهو جزء من مفهوم اكبر اللي هو فكره الاقتصاد الرقمي. ولو بصينا على الاقتصادات المتقدمة أو الاقتصادات اللي حصل فيها طفرات كبيرة جدا زي الاقتصاد الصيني وقبله الاقتصاد الكوري وقبله الاقتصاد الياباني بدءا من الحرب العالمية الثانية، يعني هنلاقي أن المكون التكنولوجي هو الأساس، وبالتالي التكنولوجيا تصنع الفارق حقيقة وتعمل طفرات وتحقق معدلات نمو كبير جدا. وهتلاقي من هذا القطاع حقيقة غير أنه هو قطاع هو بينمو بسرعة كبيرة جدا ويمكن 16-17% في السنة، إنما هو قطاع يغير شكل الاستثمار في مصر في مجالات كتيرة جدا، في مجالات شركات النشأة. احنا بنشوف شركات النهاردة نشأة مصرية بتقدر تحقق 350 مليون دولار في راوند واحد من الاستثمار، وبنتكلم على شركتين وصلوا إلى فوق المليار دولار كقيمة سوقية. إنما طبعا لازم نكون طماعين جدا في هذا الملف بشكل كبير جدا، إن أنت ممكن تلاقي شركة ناشئة شغالة في التكنولوجيا النقدية زي ما حضرتك بتتكلم، او في الامن السيبراني، او في الذكاء، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بنتكلم على قيمتها السوقيه تصل الى 15-20-30 مليار دولار، وهي شركه فيها 10-15 واحد. وبالتالي احنا لازم نبص لهذا القطاع نظره مختلفه تماما، تطبيقاته لا متناهيه حقيقه. بنتكلم على، لو احنا بنتكلم على منظومه اقتصاديه ف قادرة على المنافسة، أنا بتكلم على توطين التكنولوجيا بمفاهيم الثورة الصناعية وما بعدها. لو بنتكلم على منظومة صحية وبناء صحة الإنسان حقيقة، بتكلم على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الصحية ووضع خريطة للصحة العامة في مصر، بتكلم على استخدام التكنولوجيا في التشخيص عن بعد، في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر للأمراض. بنتكلم على، لو بنتكلم على مجال الزراعة بنتكلم على التكنولوجيا الحيوية، بنتكلم على مجال السياحة، احنا بنتكلم النهاردة على مفهوم السمارت توريزم، بنتكلم على المفهوم حضرتك التنمية المستدامة وخاصة في تغير المناخ، هنلاقي ان التطبيقات دي تفتح لنا فرص كبيرة جدا لاحتضان الكثير من الشركات الناشئة، ولازم يبقى ليها محفزات مختلفة ان هي طبيعتها مختلفة.
ولازم يكون ليها معاملة بقوانين بطريقة جذب استثمار مختلف، ان الشركات الناشئة طريقة الاستثمار فيها مختلفة عن الشركات القائمة اللي شغالة في الصناعات التقليدية. فبالتالي المستثمر هنا في شركة الناشئة ما بيجيش عشان يستثمر على طول، حقيقة هو بيجي لفترة معينة وعشان يعمل اكزت او يطلع من الشركة الى مستثمر اكبر وان هو ياخدها الى البورصات العالمية. فاحنا بنتكلم على مناخ في هذا الاتجاه في منتهى الأهمية، وقد يصنع الفارق بشكل كبير جدا. واحنا لو بصينا تجربة الصين، والنهاردة بنتكلم على تجربة فيتنام وتجربة كمبوديا وتجربة ما قبلها التجربة في أمريكا وما قبلها التجربة في اليابان، المكون التكنولوجي 13% و15% من هذا الاقتصاد الضخم جدا. وده بيستلزم كمان ان احنا لو بنتكلم على التنمية البشرية فهو بنتكلم على الاستثمار في البحوث والتطوير، هي ما بقتش جزء من الرفاهية. طبعا الدول الكبرى اللي يعني هقول لحضرتك حاجة، 1.7 تريليون دولار بتستثمر فيهم الشركات الكبرى في البحوث والتطوير، بينتجوا بيها 25 تريليون دولار، يعني 25% من الناتج العالمي. ده بس هقول لحضرتك تودين ان الاستثمار في البحوث والتطوير اصبح حتى مفهوم جديد في العالم، اصبح ان هو ده جزء في الاستثمار في البنية التحتية، في المعاهد البحثية، في البحوث التطبيقية، في البحوث الأساسية. ودي لازم يتم ضخ فيها استثمارات كبيرة جدا عن طريق الصناعة مع الحكومة مع الشركات التكنولوجية. حقيقة هو لازم المثلث زي يبقى متكامل، ان الناس متخيلة ان البحوث التطوير مسؤولية الدولة، ده مش حقيقي. العالم كله 70% من الاستثمارات في البحوث والتطوير جايه من القطاع الخاص، استثمارات خاصه مظبوط، ان هو اللي بيحل له مشكله، هو مزبوط. اللي عاوز يزود تنافسيته، هو اللي عاوز ياخد اسواق اكبر، هو اللي عاوز يتفوق تكنولوجيا علشان يطلع المنافسين من خارج الاطار التنافسي، هو طيب. عاوز هذه الاستثمارات اظن، ويمكن دكتور هشام يصححني جدا قوي خالص في الموضوع بقى، هذه الاستثمارات يعني ان انا محتاج تراكمات راس ماليه تمكنني من الاستثمار في مساله البحوث والتطوير، ودي حاجات اللي هي بيسموها بقى ال 1 بليون اندستري، فدي حاجات بتبقى ملياريه ما فيهاش هزار. يعني هل انا عندي هذا التراكم راس مالي، ولا انا محتاج تراكمات راس ماليه من دول الجوار، ولا انا محتاج تراكمات راس ماليه مما هو ابعد اوفرسيز، اجيبها بقى من اوروبا، اجيبها من الصين، اجيبها من امريكا الشماليه؟ دي أسئلة أظنها مهمة تبقى مطروحة عشان نشوف هنتحرك فيها إزاي. نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. أقول لكم كنا بنتكلم فيه، احنا كنا بنتكلم على إنه هو مش متى نتوقف على الاستثمار العقاري، لا، احنا متى نفكر في الاستثمارات الصناعيه بشكل في منتهى الجديه. وضربت مثل بشركه ياباني ما اقدرش اقول اسمها علشان ما بتعملش، ما يعملوا اعلانات، هقول يعملوا الاعلانات اهو. افكروا بمنتهى البساطه يا جماعه، الثوره القادمه في مجال السيارات ايه؟ الكهرباء. حلو، ايه مشاكل الكهرباء؟ الرينج بتاع العربيه او مدى العربيه، قدره البطاريه على التخزين، كلام من ده. حلو، طيب نعمل ايه؟ نخترع حاجه اسمها اي باور. هنعمل ايه؟ موتور 3 سلندر، املى الموتور بنزين، الموتور هيبدا يتحرك، هيولد طاقه حركيه كاينتك انرجي، هنحول الطاقه الحركيه كاينتك انرجي لحاجه اسمها انفرتر، الانفرتر ياخدها بقت ايه؟ الكتريك انرجي، حطها جوه البطاريه العربيه مشيت. وفيها بقى من جوه تفاصيل، لما العربيه بتقف ايه اللي بيحصل؟ طب لما بتتحرك تاني ايه اللي بيحصل؟ حدوته. المهم انه ده اسمه ار ان دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت. فين؟ في شركه العربيات. ده صحيح، الكونسبت عندنا في الار ان دي الحقيقه مختلف تماما، مش بس كمبالغ لكن كمان كنسب متعارف عليها في البيزنس. الشركات الخارجيه الار ان دي بيشكل 20% من المبيعات في مصر تقريبا، كمتوسط اقل من 0.5%، مثلا 0.4 بس كده. فدي مساله، ده تحدي. المشكله الاكبر مش ان هم ما بيصرفوش على البحوث والتطوير، المشكله الاكبر انه قدر المعاناه اللي بيواجهوها في قطاع الصناعه، وقطاع الصناعه بطبيعته قطاع ثقيل وبطيء في العالم كله مش في مصر بس، يمكن عندنا زياده شويه باعتبار البيروقراطيه الحقيقه المتجذره في دولاب العمل الحكومي، الحقيقه كانت برضه بتعيق في بعض الفترات. لكن هو الامر المستغرب مش ان هم بس بيخرجوا من قطاع الصناعه ويروحوا للقطاع العقاري، الغريب ان هم خرجوا من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ويروحوا للقطاع العقاري، ودي الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لي. انه عندنا رجال اعمال مصريين كبار
يعني تخلص من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وراح لقطاع العقاري. فلا محتاجين انه القطاعات الاستثمار المختلفه بدايه يكون سرعه الحركه فيما بينها عالي لانه ده بيعمل توازن فيما بين العوائد ودرجه جاذبيه كل قطاع، لكن كمان محتاجين انه القطاعات البطيئه والثقيله الدوله تكون في ظهرها. يعني لا يصح على الاطلاق انه المصنع اللي بيتعب طول السنه وعنده توجه للتصدير وبيصدر يطلع عينه عشان ياخد دعم الصادرات يروح سنتين وثلاثة. ده مش موجود دلوقتي لكن كان موجود من سنتين وثلاثة. فلا على فكره في كل دول العالم بتساند الحكومات بتساند قطاع الصناعه بشكل كبير للغايه. ودعم بقى مباشر ودعم غير مباشر، وده احنا اللي هي محتاجينه. مش هقول انه ندعم بقدر ان احنا نزيد حجم موازنه دعم الصادرات، لكن على الاقل وهو انا يعني بحتك كتير برجال اعمال مش عايزين مسانده ماليه بقدر ما هم عايزين مسانده معنويه. يعني محتاجين انه عاوز مسانده لائحيه، لا تشريع يتم. والمشكله على فكره مش في التشريع على قد ما هي في البنيه التنظيميه. محتاج انه يحس انه الدوله واقفه في ظهره، مش انه الدوله سابته للموظف الدرجه السادسه اللي هو بيطلع روحه. فاحنا الحقيقه ده تحدي بالنسبه لنا. محتاج انه لما يفتح، واحنا الحقيقه بنشوف ده في دول عريقه، في امريكا في فرنسا بنشوف رجال اعمال فرنسيين بيطلع معهم المسؤولين الحكوميين مش في ظهرهم، قدامهم. بيفتح ابواب ومنافذ تصدير في الخارج بشكل كبير للغايه. محتاجين ده نشوفه في مصر. الرئيس بيفتح الباب في شراكات على المستوى الدولي، مين بيكمل ما كانش فيه. ما هي دي بقى هنا مشكله نوع من الموظفين، ويمكن عايز ارجع في ده شويه. حاضر بسرعه، اخر سؤال للدكتور محمد عزام. هرجع على طول للدكتور محمد عزام ومنتهى المباشره. فيلم مراتي مدير عام كان فيه موظف بيجسده الاستاذ شفيق نور الدين الله يرحمه يا رب. عملت ايه في المشروع بتاع مش عارف ايه؟ قال لا ما هم بعتوا لي مذكره. اسكت، رحت ردد عليهم بمذكره. ما سكتوش، راحوا بعت لي مذكره. اسكت، رحت ردد عليهم بمذكره انقح منها. قالت له يعني؟ قال لها ادي الملف اهو. فادالها حاجه قد كده. الموظف ده لسه موجود. انا علشان الموظف ده يريح ويستريح انا محتاج تحول رقمي مهول. هل هذا التحول مكلف؟ هل كله يقع على عاتق الدولة ولا في جزء اخر هيقع على عاتق المستفيدين من التحول الرقمي الا وهو قطاع الاعمال؟ قطاع الاعمال العام يعني المستثمرين المصنعين الخ الخ. طبعا السؤال ده في منتهى الاهمية. حقيقة نحن بنقتل البيروقراطية، لازم يبقى التعامل المباشر بين المستثمر الصانع التاجر مقدم الخدمات والموظف ينتهي تماما، لازم عن طريق المنصة. فحقيقة إنما التحول الرقمي هو فلسفة، حقيقة الفلسفة إن هي أنا بعيد هندسة الإجراءات كاملة، إن الإجراء اللي بيتم في البيئة الرقمية مختلف عن الإجراء اللي بيتم في البيئة التقليدية اللي احنا كلنا متعودين عليها. فعشان أعمل تحول رقمي حقيقة لازم أعيد هندسة كل هذه الإجراءات، إن تلت إمضة ما تبقاش تلت كليك، وبالتالي مفهوم الشباك الواحد بيتحقق عن طريق التحول الرقمي. التكامل في الخدمات بين او هقول ايه، الاجراءات المطلوبه من جهات كثيره هي بيتم حقيقه تحقيقها من خلال التحول الرقمي الحقيقي. حقيقه لازم اشوف الرؤيه 360 درجه، وبالتالي الدور للموظف هنا هو مراجعة الحاجات اللي جاله على المنصة، التأكد منها. ومستقبلا أنا مش محتاج هذا الدور، إن تكامل قواعد البيانات وتكامل المنظومة الحكومية للخدمات عن طريق المنصة زي منصة مصر الرقمية كاملة، وإعادة هندسة الإجراءات، زائد أن أنا بدخل كل ملاحظات المواطن أو قطاعات الأعمال في الحسبان، أن ده مهم جدا، التغذية العكسية. علشان حتى احنا بنقول للناس إيه، لما تلاقي على منصة مصر الرقمية أو أي منصة حكومية عندك تقييم الخدمة، لو عندك مشكلة فيها اكتب أن عندك مشكلة، أن في خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتاخد الكلام ده بتحلله علشان أعيد هندسة الإجراءات وأعيد بناء الخدمة بشكل مناسب للناس. وبالتالي التحول الرقمي، لا طبعا احنا بنتكلم على يحقق نقلة نوعية في نوعية أداء الأعمال، وما يطلق عليه الإيز أوف دوينج بزنس، وده مهم جدا لمؤشراتك الدولية واللي جذبك للاستثمار، إن أنت هتمثل للعالم إن أنت قادر على استيعاب أدوات القرن الواحد والعشرين وبتنفذها وبتطبقها. فالتكنولوجيا هنا طبعا أساسي جدا. ده مهم علشان ما نبقاش بنقول طول الوقت الشباك، الشباك الواحد ده ممكن يقعد 30 سنة عادي. يعني ما أنت قدمت الملف في الشباك الواحد، طب رحتش للشباكين ولا حاجة، بس هي دخلت الشباك
وفضلت بقى قاعده جوه. عيش بقى سنه اتنين تلاته زي ما يطلع. اذا القصه مش في الشباك الواحد بس، هي القصه في الورك فلو او في الفلو تشارت اللي المفروض يمشي فيها الملف. انا عايزها بدل ما تبقى 900 خطوه تبقى 9 خطوات. وبعدين انا كمستثمر، ويمكن اساتذتنا وضيوفنا الاعزاء اكيد متفقين، انا عايز ابقى عارف انا داخل امتى خارج امتى. صح. يعني انا حاضر هخرج حالا نزيمه، انا لما بقدم الملف بيترد عليا في غضون قد ايه؟ عايز ابقى عارف الاحتمالات بتاعه الردود ايه، مبنيه على ايه. عايز كمان ابقى عارف انا لو مستثمر اجنبي على سبيل المثال، انا بدخل فلوس واستثمر، حلو، لما اجي اخرجها هتخرج ازاي؟ حلو. وايه كمان؟ طب وارباحي؟ طب والتخارج؟ انا اختلفت مع دكتور هشام، كنا شركاء، اتمنى كنا شركاء، احنا نتمنى نبقى عندنا بزنس ومليونيرات. فطب هنتخارج لا قدر الله، هعمل ايه انا الاجنبي؟ دكتور هشام هو الرجل المستثمر الوطني. طب انا اتخرج، انا هعمل ايه بقى؟ ايه الاجراءات؟ هيحصل ايه؟ هل يا ترى دكتور هشام عشان هو مصري هيغلس عليا عشان انا راجل فنلندي مثلا؟ كل دي امور لازم نسرع ونوضح، نسرع ونوضح بما فيها. لو في دمغة بخمس مليمات لازم يبقى باين ان في دمغة بخمس مليمات، مش لما نروح نقول له ايه ده حطتش ورقة الدمغة، هو ما عندوش مشكلة بس قول له. خلصت الحلقة لحد كده، علشان عبد العظيم يبقاش فيه عنده مشكلة زي ما بيقولي، وحالا يكون موجود معانا. انا نسيت الاول يا اخي اشكر الضيوف يا عبد العظيم، لهوكتني دكتور هشام دكتور محمد، نورتوني وشرفتوني. شكرا جدا على وقت حضراتكم، واسف على ان احنا مأخرينكم. حالا يكون موجود معانا رجائي رمزي ورقم 10. اما احنا لو كلنا العمر يبقى هنقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم العاشرة التاسعة. سلامات.